عيونك دائما تبقى لي قدام ست بشرة، ومشي لين عينك على المرايات. تمام؟ تمام استاذ محمود. اطلع قبل. مرحبا يا جماعة. أهلين يا عودي. أهلين ست دلال. أهلاً وسهلاً. محمود ماكو؟ والله محمود ماكو، راح ينطي درس مال السياقة، يعني هسه هو بالدرس أكيد. باع عمري على مود المصرف يشتغل شغل إضافي هم. دائماً أقول يا جماعة أنا حبيبي كل شيء يعرف يشتغل كل شيء. طبعاً عيني، ليش سهلة ست دلال؟ من جهة يدرس طب، ومن جهة يشتغل تاكسي، ومن جهة ينطي دروس سياقة، ومن جهة يتحمل دلالك هم. دلال يعني انت هسه مو ضد شغل محمود بدروس السياقة؟ ليش اكون ضد؟ عارف هذا هم شغل، واصلا طبيعي سواق التكاسي ينطون دروس سياقة، هم اكثر ناس يعرفون بالترفك هم مو؟ يعني اني حبيبي طلع رزقه من جوا القاع حلال عليه. ايه من جوا القاع. باي اجى محمود هم. اهلين بيكم. هالبنية منو ها؟ البنية اللي ينطيها درس. ايه ينطي درس، درس الهاي البنية. ما جاي يصدق، محمود ينطي درس الهاي؟ ايه ينطي درس الهاي. شكرا استاذ. باستهم باعوها. ايش صار ست دلال؟ غرتي على محمود؟ ها شو قبل شوية قلتي انا مو ضده، شنو اللي تغير هالسعود؟ هلا عمري. شدا يصير ها؟ أنا لازم أسألك شدا يصير محمود؟ منو هالبنية؟ بعلمها السوق سيارة، شكو بيها؟ شلون تعلم هاي مثلاً؟ تعلم عارضة؟ إيه هاي شغلها، بشرة عارضة، صديقة مروة. تعوف هالشغل بسرعة محمود، خلي تروح تتعلم من عمو نعمان وسنان، أنت عندك امتحانات، اهتم بدروسك. إيه؟ عيني لا تخربطين، أنا أخذت فلوس 3 أيام مقدمة، ليش دا تغارين أنت هالقد دلال؟ أنا أغار محمود؟ لا تخربط. أنا واثقة من نفسي أصلاً. ثقي بي، بس ثقي إنه أنا ما باوع لغيرك. طبعاً. أستاذ محمود إذا مناسب إلك خلي ناخذ الدرس الأخ اليوم، لين عندي تصوير وباكر نكمل. إي طبعاً ليش لا. مرحبا محمود. تعرف شو أقول؟ أكو فيلم كلش حلو بالسينما، هم رومانسي وهم كوميدي، شو تقول نروح نشوفه؟ نروح أنا وياك. عمرك كنت أتمنى، بس عندي درس ويا ست بشرة، نروح غير يوم. زين اتمنى لك السعاده ويا ست بشرى العد. منو هالبنيه استاذ محمود؟ هاي حبيبتي دلال. العفو بس تغار كلش. طبيعي لو اني هم كنت اغار. خلي اشوف شدت لوس محمود افندي. بس كلش حبابه البنيه، انت محظوظ كلش. الله الله شد تسوي هاي؟ تصعد بسيارتك لو اني متوهمه. ما صدق لهالدرجه وصلت غيرتك. ست بشرة أطلب منك شيء، تعالي ننطي درس الدلال. أنا جاهزة لكل شيء، إيش راح أسوي؟ تمام؟ تمام ممتاز. تفضل ست بشرة. أهنيك ست بشرة، كلش حلو. ما أريد نحكي بست وأستاذ، خلينا نتقرب أكثر محمود، قل لي بشورتي وحتى إذا تقدر تقول لي حياتي هم. إيش دي صار ها؟ هاي من أول يوم شنو هالمياعة هاي؟ خاف حاطة عنها على محمود، دي خليه يصير هيك، إلا طلع عيونك والله. لا عاد خلي نتحول على المرحلة الثانية، يلا عيني بشورتي. أها، محمود هم جاهز، باع الحكي، بشورتي. وهسه ننتقل للمرحلة الثانية. يلا حياتي. هاي شنو؟ دي يلزم إيدها هم؟ دي انتبهي شعرك عيني، ليس دي عيونك. تمام. ما شاء الله شلون تنبيهات حب. همزين صعدت بالسيارة وشفت كل شي بعيوني. وصخ محمود قبل وقع فخ البنية. محمود أنا جعت كلش، انت هم؟ أنا هم كلش جعت والله، خلي نروح على مطعم ناكل هيك فتشي غدا رومانسي. زقنبوتي إن شاء الله، يعني تخوني ها؟ بحجة درس السياقة تتمايع ويا البنات، وانت هم وصفة عليك ست بشرة، جيتي حطيتي عينك على حبيبي، انت ما تستحين؟ انت شلون هيك تضحكون ها؟ شبيكم؟ احنا سوينا هاي اللعبة عليك. يا لعبة. محمود شافك من صعدتي ورا، طلب من عندي امثل اتقرب من عنده. ليش؟ كنت اريد اطلعك من المكان اللي خاتلة بيه. يعني هسه ماكو شي بينكم؟ كله تمثيل؟ طبعا لا، اصلا انا مخطوبة، باع المحبس.
أني والله ما أعرف شو أقول. بس نصبنا عليك مو هيك عمري؟ بسيطة محمود. إيه.